بحبك خطر وانا قلبي سلم للخطر، من حبي فيكي قلبي انفطر وعدالك فوق خطوط النار وفوق كل ما هو خطر. لكن سهمك صار في مقتل والوقت الكوره في ملعبي، يا بحبك انت تنقذيه يا تتركيه من شوقه ليكي يحتضر. ومع شاعرنا الجميل محمد النسعدي. السلام عليكم ورحمة الله. أولا شفاك الله وعافاك. الله يخليك يا معلم. ساعات نحتاج كده قبل ما نروح مشاوير نملى عيوننا بالناس، مش عارفين اللي هيحصل ايه. إن شاء الله خير. وانا واحد حاضر تذكرته علشان البقر ملوش مواعيد، ولانه عنيد بيراهن دايما على الاوجات، عشمان البقر يكون تاجر ويبيع مسافات، عشمان القطر يكون تاجر ويبيع مسافات، فازاي راح يجي ويسمح لي ويخون الوقت وقضبانه، يسمح لي ازاي من اثارك العمر وقهر حرماني، انا عارف انه واخدني بعيد والابن القطر بجوع وحديد، هيحس ازاي ويعدي عليا وينساني، معقوله القطر يكون نساني، في الاخر انا عارفه حياتي ومستعجل واكيد هياخدني على اخواني، لو حتى في يوم غيرت مكان من خانك تشبه للخانك، وهو اصله وعد لي 200 هزار، فازاي اختار وازاي راح يجي ويستنى وانا لسه بنملي الكراكيب، لساني بفتش في جيوبي، لا يمكن عيب اني بنملي حواديت العمر المتبعتر على كل رصيف، وانا دفتر عمر المتسطر محتاج تصنيف، ازاي راح يجي ويسمح لي البس نظارتي المكسوره وأجيب الكاميرا وأتصور وآخذ مع عمري ولو صورة، إزاي؟ أنا يمكن حاجز تذكرتي في الأصل ذهاب، الوقت اللي في وشي بيضحك ده أكيد كذاب فبدون أسباب، مجبور على الضحكة اللي بتزرع في الروح مسافات، فتعيش جوايا يدوز حكايات وتموت حكايات، ولا يفرق فيها اللي مكمل ولا حتى حيفرق مين تنساه. أنا واحد محتاج إنه يشوف ويعدي ساعات لحدود الشوف، فيخور وتملي النور في عينيه، أنا إيه أنا أكثر واحد هنت علي فهنت علي. مين خلاني براسي تايهة في مين تفسير؟ أنا مين مشاني في عكس السنين؟ وأنا واحد أثبت حرف وضمير محتاج تبرير، أنا واحد كل ما بيشوفني ما بيعرف يمشي، شباك العمر اللي ولدته بيقول الشيش، جالس قررت إني هعيش لكن مهزوم، فبدأت ألوم وألوم وألوم على البوح الدائم في الشرايين، وسكوت فرحان من نظر العين على سجنه وصدق مقاليسه،
الأحضان ضلمة اللي بتنشع في الجوع الأليم. أنا واحد كل ما بيجرب ونشط عيونك بيخاف، اللي فسر سره اللي في عينك فيكون من شاف وكفيف الليل اللي بيعدي. واحد شواف، أنا واحد كل ما فيا مشاعر بتصاحب دايما على الأوجاع. أنا كنت مفكر إني ربيع أتغيب الوحيد قبل البعض.